بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي. في هذه الفقرة إن شاء الله سنتوقف قليلا مع هذه الصفحة، الصفحة رقم 31، ومع بعض الأسئلة حولها. إذا ممكن أننا نطرح سؤالا. Où sont les enfants؟ Où sont les enfants؟ Où sont les enfants؟ أين هم الأطفال؟ طبعا الحال تنستعملوا هنا être. Où sont؟ تنقولوا ils sont، يعني هم، أو هم موجودون، أو هم كائنون إن صح التعبير. إذن où sont يعني كما لو نقول فين كاينين. Où sont les enfants يعني فين كاينين الأطفال. أين هم الأطفال؟ يمكننا أن نجيب مثلا بجواب قصير، فنقول مثلا dans la cour. Dans la cour. Où sont les enfants dans la cour. أو ممكن أننا نجيب بجملة كاملة، فنقول مثلا les enfants sont dans la cour. Les enfants sont dans la cour. الأطفال متواجدون في الساحة، أو الأطفال هم في الساحة. Les enfants sont dans la cour. Ou bien tout simplement dans la cour. Où sont les enfants? Dans la cour. Ou bien les enfants sont dans la cour. Qu'est-ce que la maîtresse a dans les mains? Qu'est-ce que la maîtresse a dans les mains? Qu'est-ce que la maîtresse a dans les mains? La maîtresse a dans les mains. المدرسة عندها في اليدين. المقصود بأن تأخذ بيديها. إذن عندها في اليدين. هذا أفوار طبعا الحال اللي سبق لنا تكلمنا عليه، اللي تعني الملكية. إذن لا ماتخيس ا، إذن المدرسة عندها دون لي ما في اليدين، يعني أنها تأخذ بيديها شيئا ما. إذن كيس كو لا ماتخيس ا دون لي ما، ماذا عند المدرسة في يديها؟ بمعنى آخر، ماذا تأخذ المدرسة في يديها؟ إذن ممكن أننا نجيب مثلا أن بالون. أن بالون يعني كرة، أو بالون، أو ممكن أننا نجيب بجملة كاملة فنقول مثلا لا ماتريس أ أن بالون دون لي مان. لا ماتريس أ أن بالون دون لي مان، يعني المدرسة عندها بالون في اليدين. المقصود أن تأخذ بالونا بيديها. إذن هاد أ اللي عندنا هنا هذا راه الصرف ديال الأفواغ. إذن نقولو جي تويا إل أ، تنقولو مثلا جي أن بالون، يعني أنا عندي بالون، يعني أن هاد الصرف ديال الأفواغ تيجي موراه إسم. أما إلا جا موراه فعل فتولي فعل مساعد، تولي الفعل اللي عندنا بالغرض هو الفعل الآخر اللي تيجي مبعد منه. إذن فهاد الحالة فاش يكون هو قبل من فعل آخر، إذن فهاد أفواغ بحال إتر أيضا تيكون فقط مساعد باش يعطينا واحد الزمن معين في اللغة الفرنسية، بحال لو باسي كومبوزي أو لو بليس كو بارفي. إذن هاد الأزمنة تحتاج مساعد والفعل الأصلي اللي باغي نصرفو في هاد الزمن. إذن لا ماتريس أ أن بالون دون لي مان، المدرسة عندها بالون في اليدين. فهاد أ ممكن مثلا نعوضوه بفعل بخوندغ مثلا. La maîtresse prend un ballon dans les mains. يعني المدرسة تأخذ بالونا في اليدين. يعني أننا نهز فعلا ونضع مكانه فعلا آخر. ممكن أننا نعوضه. هاد أبطب هاد الحال ما هي إلا صرف ديال لو فيرب أفواغ. تنقولو جي تويا إل أ نوز أفون فوز أفي إيلز أون. إذا عندما أقول جي أن بالون، يعني أنا عندي بالون دون لي مان، يعني في اليدين. تيا ان بالون دون لي مان، انت عندك او انت عندك بالون في اليدين، الى اخره. اذا تيكون عندنا هاد افواغ من بعد منه اسم تيفيد ليا الملكيه. اذا عندما نقول كاس كو لا ماتريس ا دون لي مان، يعني ماذا عند المدرسه في اليدين. فكما لو نقول ماذا المدرسه عندها في اليدين، المقصود ماذا عند المدرسه في يديها، ماذا تاخذ بيديها. اذا في الجواب نقول ان بالون يعني بصيغه مختصره، او نقول بجمله كامله لا ماتريس ا ان بالون دون لي مان. كو فاتيل سو باسي؟ كو فاتيل سو باسي؟ حنا بطبيعه الحال عندنا لوفر سو باسي يعني حدث. اذا لوفر سو باسي المقصود به هي حدث. بطبيعه الحال لوفر سو باسي هو ان فيرب برونومينال، سي ان فيرب برونومينال، هو فعل كما لو نقول ضميري، لانه تصدر من الفاعل واليه. إذا هذا الفعل هذا اللي تتسبق بسه ستاندار برونومينال، هو فعل كما لو نقول ضميري.
ملي تنتكلموا على فعل واحد مسبوق بسه نسميه ان فيرب برونومينال. لو فيرب سو باسي اللي عندنا هنا اللي هو ستان فيرب برونومينال هذا يعني حدث او وقع. اذا عندما يطرح السؤال كوفاتيل سو باسي ماذا سيحدث او ماذا سيقع، اذا بطبيعه الحال تبقى السؤال هكذا عمومي، ولكن بطبيعه الحال حنا بصدد هذه الصوره. اذا بين المقصود من السؤال، اذا الجواب يكون مثلا ils vont faire un jeu de ballon، يعني هم سيفعلون لعبه كره او لعبه بالون، المقصود بانهم سيلعبون بالكره. اذا ils vont faire un jeu de ballon. اذا نطرح السؤال كو فاتيل سو باسي، كو فاتيل سو باسي، ماذا سيحدث، ماذا سيقع. طبعا الحل هو سؤال عمومي ممكن انه يطرح في وضعيات اخرى، كو فاتيل سو باسي، ماذا سيحدث. هنا بطبيعة الحال ils vont faire un jeu de ballon، اذا هم سيفعلون لعبة كرة او لعبة بالون، او نقول مثلا ils vont jouer à la balle، يعني هم سيلعبون الكرة. ils vont jouer à la balle، يعني هم سيلعبون الكرة. فيما يخص لو فيرب سو باسي نعطي بعض الأمثلة، نقول مثلا je ne trouve presque pas les mots pour décrire ce qui s'est passé ce soir. Je ne trouve presque pas les mots pour décrire ce qui s'est passé ce soir. إذن أنا لم أجد الكلمات pour décrire، من أجل وصف. طبعا حتى نتكلم على لو فيرب décrire اللي هو وصف، ومنها la description يعني الوصف. Ce qui s'est passé ce soir. ماذا حدث هذا المساء. إذا أنا لم أجد الكلمات تقريبا. طبعا الحال عندنا هنا بريسك، ممكن أننا نحذف هذه الكلمة فنقول مثلا je ne trouve pas les mots، أنا لم أجد الكلمات، يعني أنني ما لقيتش الكلمات اللي غنعبر بها، هذا هو المقصود. إذا قلت je ne trouve pas les mots pour décrire ce qui s'est passé ce soir، يعني أنا لم أجد الكلمات بمعنى آخر المناسبة pour décrire لوصف ce qui s'est passé ce soir، لوصف ما حدث هذا المساء. أما في الجملة اللي عندنا هنا je ne trouve presque pas les mots، أنا لم أجد تقريبا أو بمعنى آخر أنا أكاد لا أجد الكلمات pour décrire لوصف ce qui s'est passé ce soir، ما حدث هذا المساء. إذا بطبيعة الحال نتكلم على le verbe se passer ماشي لو فيرب باسي. إذا نطرح السؤال مثلا كو سو باستيل غيالمون، كو سو باستيل غيالمون، إذا نطرح السؤال ماذا حدث حقيقة، يعني تتقول لشي واحد قول لي الصراحة شنو وقع. كو سو باستيل غيالمون، ماذا حدث حقيقة. إذا نقول عن شيء بأنه غيال يعني أنه حقيقي، غيالمون يعني بشكل حقيقي أو بشكل واقعي. أو نقول مثلا كو سو باستيل أون فرانس، ماذا يحدث في فرنسا. كو سو باستيل en France، ماذا يحدث بفرنسا. او نقول مثلا que se passe-t-il après، que se passe-t-il après، ماذا حدث بعد هذا، ماذا حدث من بعد، ماذا حدث بعد. que se passe-t-il après، ممكن اننا نستعمل le verbe passer ماشي le verbe se passer الذي يعني حدث. اذا le verbe passer بطبيعة الحال تعني ماذا، تعني مرة، تعني قطع، تعني اختفى الى اخره. نقول مثلا لو طون باس فيت، نقول مثلا لو طون باس فيت، الوقت يمر بسرعة. لو طون باس فيت، لو طون باس فيت، الوقت يمر بسرعة. طبعا الحال لو فيرب باسي هنا المقصود به ماذا، إذا لو طون باس فيت يعني أن الوقت يمضي بسرعة. ومنها مثلا فيما يخص بعض الأزمنة في اللغة الفرنسية نقول لو باسي كومبوزي أو لو باسي غيسون، إذا نتكلم على واحد الماضي. لو باسي كومبوزي يعني الماضي المركب، او نقول ببساطه لو باسي، لو باسي يعني الماضي. اذا نتكلم على لو فيرب باسي يعني ماذا. اذا لو طون باس فيت يعني ان الوقت يمضي بسرعه. او نقول كما في المثال الثاني كوم لاني باسي، يعني مثل السنه الماضيه. شوفنا باسي يعني انها ماضيه، تنوصف بان هذه السنه بانها ماضيه. كوم لاني باسي يعني مثل السنه الماضيه. إذا هذا الوصف هذا هو اشتقاق من فعل باسي. إذا كوم لاني باسي لا فات تيرمينغا، يعني مثل السنة الماضية لا فات تيرمينغا، يعني أن الاحتفال سينتهي. عندنا لو فيرب تيرميني في الفيتور، عندنا لو فيرب تيرميني أو فيتور، يعني عندنا لو فيرب تيرميني كاين في المستقبل. لا فات تيرمينغا،
الاحتفال سينتهي sur les rues على الطرق centrale de la ville على الطرق المركزية للمدينة. يعني أن الاحتفال سينتهي عند ملتقى الطرق المركزية للمدينة. إذا نتكلم على لو سونتر يعني المركز، لو سونتر دو سيركل يعني مركز الدائرة، أو مثلا لو سونتر دو لا فيل يعني مركز المدينة. كوم لاني باسي يعني مثل السنة الماضية، لا فيت تيرمينرا سور لي غي سونترال دو لا فيل، يعني أن الاحتفال سينتهي عند الطرق المركزية للمدينة. إذا نعود للصورة. كفّ لا ميتريس، ماذا تفعل المدرسة؟ كفّ لا ميتريس، طبعا الحال عندنا هنا لو فيغ فيغ كاين في البريزون. إذا تنقولو جو في تو في إل في، جو في تو في إل في. إذا كفّ لا ميتريس، ماذا تفعل المدرسة؟ إذا طبعا الحال الجواب هو إل كونت لي زونفون بور فورمي دي زيكيب. إل كونت طبعا الحال تنتكلمو على لوفا كونتي يعني عدة، ومنها كلمة لو كونت التي تعني الحساب. نلمس معنى للعد والحساب. إذا نقول إل كونت يعني هي تعد، ومنها كما قلنا فيما سبق منها كلمة لا كونتابيليتي يعني المحاسبة. إذا إل كونت هي تعد، ممكن أننا نقول إل كونت هو يعد. إذا إل كونت لي زونفون هي تعد الأطفال pour former من أجل تشكيل des équipes من أجل تشكيل فرق. إذا elle compte les enfants pour former des équipes. إذا هي تعد الأطفال بغرض إنشاء فرق، يعني أنها بغات تقسم الأطفال إلى مجموعات، هذا هو المقصود هنا. elle compte les enfants pour former des équipes. elle compte les enfants pour former. عندنا لو فيغ فورمي يعني شكل، يعني أنك تخلي واحد الشيء واخذ واحد الشكل معين. إذا نتكلم عن لو فيرب فورمي، نتكلم مثلا على لا فورم دو لا فراز شكل الجملة، يعني كيف هو شكلها، كيف هو تكوينها. إذا هنا عندنا إل كونت لي زونفون بور فورمي دي زيكيب. إل كونت لي زونفون بور فورمي دي زيكيب يعني هي تعد الأطفال من أجل إنشاء وتكوين فرق. إذا ممكن أن المدرسة تقول مثلا les enfants mettez-vous en trois groupes mettez-vous en trois groupes ou bien mettez-vous en groupe les enfants mettez-vous en trois groupes ou bien mettez-vous en groupe ou bien mettez-vous en équipe ou bien mettez-vous en équipe. يعني اجعلوا أنفسكم في ثلاثة فرق، ببساطة اجعلوا أنفسكم في فرق، يعني انقسموا بمعنى آخر، بمعنى آخر تقسموا. إذا ميتيفو أون غروب اجعلوا أنفسكم في فرق أو في مجموعات. أون إيكيب ميتيفو أون إيكيب اجعلوا أنفسكم في فرق أو في مجموعات. بو فورمي دي زيكيب من أجل إنشاء مجموعات. لا ميتريس كونت لي زونفون يعني أن المدرسة تعد الأطفال. كيسكيل فادير إل فادير كوم إكزومبل أن دو تخوا كاتخ، ثم تقول مثلا Vous venez tous les deux avec l'équipe A. إذا تعالوا أنتم الاثنان مع الفريق A. Vous venez, أنتم تأتون tous les deux, أنتم الاثنان كلكم مثلا tous les deux avec l'équipe A يعني مع الفريق A. إذا ممكن أن الأستاذة تقول مثلا Vous venez tous les deux avec l'équipe A. تعالوا أنتم الاثنان مع الفريق A. أو مثلا تقول Ensemble يعني مجموعين. Vous deux venez ici يعني أنتم الاثنان تعال هنا. Ensemble يعني مجموعين. Vous deux venez ici تعالوا هنا. أو تقول مثلا Ensemble venez dans cette équipe. Ensemble venez dans cette équipe يعني مجموعين تعالوا لهذا الفريق. أو تقول مثلا Ensemble vous deux venez vite dans cette équipe. Ensemble يعني مجموعين vous deux أنتم الاثنان venez vite تعال بسرعة dans cette équipe هذا الفريق. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.